هذا وين فهمت واحد المقولة أنا يقول لك تاع الشهيد زيغوت يوسف، قال لك الاستقلال قادم لا محالة، لكنني أنا أتمنى الاستشهاد قبل تحقيقه. البلد الرئيس على قالها البلد هاملة الحركة وبدوا يحكموا فينا أولاد القيام، لكنني أنا أتمنى الاستشهاد قبل تحقيقه. على بالك الرئيس على قالها البلد هاملة الحركة وبدوا يحكموا فينا أولاد القيام. هو كذا واحد وليد حركي ما يحكمش فيا واحد كيما هذا، هم مزدوجة الجنسية ما يحكمش فيا واحد كيما هذا، ممنوع ورا يطلق ورا إلى البلد تحت 62 ورا إلى البلد تحت 62 ورا. الله يرحم الشهداء، 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 الله يرحم الشهداء.